أدانت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلب بلادها أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك. وكشف البيان أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيعقدون اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة الإجراءات والمواقف الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تجاه أحداث حرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك. يأتي هذا فيما نظم متظاهرون وقفة احتجاجية عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، أطلقوا عليها اسم مظاهرات نصرة القرآن، وأعلن المتظاهرون تأييدهم لإجراءات الحكومة العراقية المتمثلة بطرد السفيرة السويدية ورفض استخدام العنف في مكافحة خطاب الكراهية، ورفعوا الأعلام العراقية ونسخا من المصحف الشريف. يأتي هذا فيما نظم ناشطون وقفة أمام السفارة السويدية في لندن احتجاجا على تدنيس القرآن الكريم، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها للحرية حدود، وحملوا نسخا من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هاي رسائل يعني إلى جامع الدول العربية وخصوصا إلى السعودية، حقيقة هذه رسالة إلى إمام وخطيب مسجد المدينة المنورة وإمام مسجد مكة المكرمة أن يطلع هناك إعلان إدانة رسمية إلى ما عملت السويد. نرجى أن تكون هناك موقف مشرف من الدول العربية. ديننا دين التسامح، دين محبة، احنا ما بنتعدى على حقوق حدا. اذا انتم يعني حرقتوا القرآن، احنا ما بنحرق لا الانجيل ولا بنحرق التوراة ولا بنحرق اي كتاب مقدس. فبنتمنى على العالم كله انه يقف مع المسلمين وقف التضامن ضد احراق القرآن وضد هذا الشيء اللي عم بيصير معنا. رسالتنا طبعا نصرة الدين الاسلامي بالدرجة الاولى، نصرة القرآن، نصرة المعتقد، الإنسانية والثقافة، أصلا الثقافة الأوروبية وقفت على احترام الأديان واحترام الثقافات الأخرى، فكيف بيهم الآن هم من يخترق هذه المعتقدات؟ وأول ما يهين الدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين كبير، لن نسمح بذلك، وسنظل واقفين وقفة بعد وقفة إن شاء الله. تصل هي حكوماتنا وخصوصا المنظمة الإسلامية، منظمة الدول الإسلامية، أن تضغط على أو تطالب وتفاتح بشكل جماعي الأمم المتحدة لتشريع قانون أممي بعدم إهانة أي كتاب مقدس. هذا وقد انتقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الإساءات المتكررة إلى المقدسات الإسلامية، مطالبا الأمة بمواقف قوية رفضا لهذه الإساءات. هذه الأمة حقيقة تستطيع أن تفعل الكثير، حوالي ملياري شخص، ليس قليلا، ملياري شخص، حتى لو قاطعوا أي دولة مقاطعة اقتصادية ستتأثر هذه الدولة أو هذه الدول. إذا إحنا رتبنا البيت الداخلي من خلال الاتفاق على ما يجمعنا من الثوابت والمقدسات، بالتأكيد سنتحرك، وفي نفس الوقت ليس يعني بالتوازي، سنتحرك في الوقت نفسه نحو الخارج، لأن الخارج حقيقة هناك أشياء، مع أنهم يدعون الحرية لكنه حقيقة هناك ازدواجية. صحيح هم سمحوا بحرق التوراة، لكنه هل يستطيعوا أن يتحركوا أو يعارضوا قضية هولوكوست مثلا؟ هل يستطيعوا أن يحرقوا علم المثليين مثلا، علم الشواذ كما يقولون؟ فإذا هذه القضايا حقيقة هي قضايا الضغط، هذه الأشياء، لأن هناك ضغطا دوليا أو ضغطا شعبيا بالنسبة لعلم الشواذ وكذلك بالنسبة لهولوكوست، ولكن المسلمون كما يقولون لا بواكي لهم. فنريد بصراحة جميعا علماء ومفكرين وبرلمانيين وأصحاب الدعوات الإسلامية جميعا بدون استثناء
أن يجمعنا جامع. ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من إسطنبول الشيخ عبد الرحيم مكارثي الداعية الإسلامي، أهلا وسهلا بك. وكذلك ينضم إلينا عبر الإنترنت من بيروت الدكتور أحمد العمري، وهو عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أهلا وسهلا بك. وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب علي جاسم الحمداوي، وهو رئيس لجنة الخدمات النيابية بالبرلمان العراقي، أهلا وسهلا بك. وأبدأ معك سيد علي جاسم، الموقف الرسمي العراقي يتسق مع الاحتجاجات والمواقف الشعبية في العراق على رفض الإساءة للمصحف الشريف، ما هي الرسائل من هذه المواقف؟ شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، وتحية لكل ضيوفكم الكرام ومشاهديكم. شرف كبير أن يتصدى العراق كشعب كحكومة لهذه التصرفات المخزية والمشينة التي للأسف الشديد حملت إطار موافقات دولة رسمية تدعي أن هذه الدولة هي يعني تحافظ أو تحترم حرية الآخرين. هذه الحرية اللي كانت نتيجتها أن تتطاول على مقدسات أكثر من مليار مسلم في العالم. الحكومة العراقية كان لها موقف مشرف اتجاه هذا الموضوع، والبرلمان العراقي أيضا كان له موقف اتجاه هذا الأمر، والموقف الأكثر يعني تشريفا كان لشعبنا العراقي من خلال هذه الاحتجاجات اللي صارها أكثر من أيام تنطلق، وأن نتصدى وأن نحمل هذا اللواء حقيقة شيء يحسب لهذا الشعب اللي عودنا عليه كثيرا في مثل هذه المحافل أن يكون حامل لواء للدفاع عن هذه المقدسات. أيضا نطالب كما طالبت المرجعية العليا في النجف الأشرف، نؤكد على مطالبة المرجعية في أن تتخذ الأمم المتحدة خطوات فاعلة بمنع تكرار يعني مثل هذه الأفعال، وأن تشرع القوانين التي لا تسمح بوقوعها. طيب سيد علي جاسم، إلى أين يمكن أن تصل المواقف العراقية خاصة الرسمية منها فيما لو استمرت هذه الإساءة إلى المصحف الشريف، وكذلك استمر كان هنالك إساءة للعلم العراقي في السويد والدنمارك؟ يعني الموقف الحكومي كان واضح، والخطوات اللي صارت من قبل دولة رئيس الوزراء كانت محط ترحيب من كل القوى السياسية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، وأيضا كان هناك تأييد وشعبي وجماهير اتجاه هذا الموقف. وأكيد إذا كانت هناك خطوات تحمل إطار موافقات دولة من قبل شخوص في دول معينة، أكيد سيكون لنا موقف اتجاه هذه الموقف. شكرا جزيلا لك من بغداد النائب علي جاسم الحميداوي، وأنت رئيس لجنة الخدمات النيابية بالبرلمان العراقي، أشكرك. وأنتقل إليك الدكتور أحمد العمري، عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كيف يراقب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كل هذه التطورات التي ارتبطت بالإساءة للمصحف الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا على حسن استضافتكم لقضية عظيمة مقدسة كبيرة من مقدساتنا العظمى. وخيرا فعل أحبتنا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عندما عقد لقاءات متعددة لأجل هذه القضية، لقضية القرآن ولقضية الإساءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السيرة النبوية وإلى مقدساتنا، إلى قدسنا، إلى أقصانا. خيرا فعل أنه استنفر طاقات العلماء وطاقات المؤسسات وطاقات حتى الحكومات الغيورة وصاحبة النخوة على مقدساتنا، وبالأخص على كتابنا العظيم. نحن نعتقد أن هذه المسألة التي أشار إليها علماؤنا، وهي من المقدسات الكبرى، مسألة الحريات. أعظم مقدس القرآن أشار إليه عندما قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه العظمة في هذه الثقافة العظيمة وفي هذه المبادئ الكبرى في قضية احترام حريات معتقد الآخرين، إسلامنا بادر إلى ذلك، فكان على الآخرين أن يقدسوا كذلك ويقدروا مقدساتنا ويحترموها، لا أن يلجأوا إلى أساليب كما أشار علماؤنا، أساليب
فيها نفاق سياسي، هذا النوع من النفاق السياسي إذا كان الاعتداء على قرآننا أو إسلامنا أو ديننا أو مقدساتنا، فإن هناك أعين تغطي يعني المسائل بوضوح، وإذا كانت القضية تعني طوائف أخرى أو ملل أخرى فإننا نجد استنفارا كبيرا في هذه القضية. طبعا لا يمكن أن تستقيم أمور الناس والبشرية بهذه الازدواجية. أنا أعتقد أن حتى ندفع عملية تعايش الناس مع بعضهم البعض إلى أن نحترم هذه المقدسات العظمى والكبرى، وهذا النوع من التعايش لا بد من أن يكون على أسس العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية والعدالة التربوية والعدالة الثقافية. فنحن نعيش في زمن صعب، هذا الزمن إن لم نوقف ونكبح جماح هؤلاء الذين يعني يدعون سفهاء القوم إلى أن يتطاولوا على مقدساتنا فهذا قد طيب يؤدي. السؤال المهم هو كيف، وسوف أعود إليك بعد قليل دكتور للحديث عن الكيفية وعن يعني الردود المطلوبة، لكن أنتقل بالسؤال إلى الداعية الإسلامي الشيخ عبد الرحيم مكارثي. أريد أن أبني معك الحوار حول تجربتك في نظرتك إلى المقدسات الإسلامية قبل وبعد إسلامك بفضل الله تعالى، وأريد أن أبدأ معك بتعليقك على هذه الإساءات المتكررة والتصرفات الشاذة بحق المصحف الشريف. أولا جزاكم الله خيرا على الاستضافة، نشكركم ونشكر العراق حكومة وشعبا على موقفهم، ونتمنى أن الحكومات الإسلامية والعربية أن كلها يكون على هذا النحو، حيث يطردون سفراء يعني هذه الدولة المجرمة. سبحان الله، تستغرب كما ذكر يعني بعض الضيوف الشيخ علي، يعني يمنع مثلا حرق عالم الشواذ عندهم لكن يسمح بحرق المصحف الشريف. فهذا الموقف يعني إذا استطعنا مع الحكومات، وإلا نحن كأفراد ماذا علينا نفعل؟ يعني المقاطعة حقيقة يعني أثبتوا في أمريكا في الأشهر الماضية حينما قاطعوا شركة بيرة، سبحان الله، شركة بيرة قاطعوها بسبب تعاملهم المثليين أو مع الشواذ، وهذه شركة خسرت بلايين يعني أكثر من 30 بليون. فإذا وقف المسلمون وكلهم قاطعوا السويد الدولة المجرمة هذه يعني سيتأثرون وسيتأدبون. وكذلك يعني هناك فرصة الآن، دائما أنا أحب أن أنظر إلى الإيجابيات يعني في هذه المشاكل، أن هناك فرصة الآن لتعريف غير المسلمين بالقرآن الكريم وبالإسلام. لماذا يسيئون إلى المصحف الشريف؟ لماذا يكرهون القرآن؟ لماذا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنؤسس معارض إسلامية سواء كان في دول إسلامية أو دول غربية، ونعرف غير المسلمين بالإسلام، زملائنا جيراننا من غير المسلمين نعرفهم بالإسلام. هذه فرصة حقيقة دعوية. فإذا كان هناك تضامن يعني شعبي من جميع الجنسيات ومن جميع الأديان، أن حتى يكون هناك يعني نحفظ على مقدسات الناس حتى لا يساء إليها، يعني كمان يعني الفئة المعينة عندهم حقوق معينة، فلماذا المسلمون ما عندهم نفس الحقوق؟ طيب، إذن دكتور أحمد العمري الداعية الشيخ عبد الرحيم يرى في هذه الأحداث فرصة دعوية للتعريف بالإسلام، كيف ترى هذه النقطة وما هي الردود المطلوبة من المسلمين من الدول الإسلامية حكومات وأفراد للرد على هذه الإساءات؟ أنا أعتقد على مستوى الحكومات، أولا على حكوماتنا العربية والإسلامية أن يكون لها موقف متقدم جدا، وقد لاحظنا أن هناك دولا وقيادات حقيقة قدمت مواقف مشرفة للدفاع عن قدسنا عن قرآننا وعن مقدساتنا، عندما أرسلت إشارات ورسائل واضحة بأنه هذا الأمر قد يؤدي إلى توتر العلاقات وقد يؤدي إلى سحب السفراء، هذا بالحد الأدنى وهذا أبسط قواعد الإيمان في هذه المسألة. الأمر الآخر من الناحية التربوية والدعوية أن نكثف من موضوع
دوراتنا ومراكزنا ومدارسنا القرآنية وندعو إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أساليبنا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويعني دولة الكويت عندما طبعت 100,000 نسخة من القرآن الكريم وقدمتها لهذه الدولة حتى تقول لهم تفضلوا اقرأوا واقرأوا ترجمة القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب الذي ضمن لكل البشرية إن هم قرأوا فيه واتبعوا أحكامه وسلكوا دربه فإنه يضمن لهم السعادة في الدارين. وهذا من واجبنا في كل جامعاتنا ومؤسساتنا ومدارسنا ومحاضننا وأسرنا ومجتمعاتنا أن نكثر من عملية التلاوة والتدبر والحفظ في كل المؤسسات التعليمية والمحاضن الدعوية. وهذه فرصة اليوم نجد أنه في فترة الصيف كثير من الناس ولله الحمد يقومون بإحداث دورات، هذه الدورات التي تركز على القرآن ومعاني القرآن وأخلاق القرآن. هذا الكتاب الذي هو كالشمس لا تخفى أشعته إلا على أبله لا يعرف القمر، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. شيخ عبد الرحيم، برأيك ما هو دور المسلمين بالتعامل مع هذه الإساءات، وما هي الرسالة الأقوى التي يجب أن تصدر عنهم أفراد وحكومات؟ يعني أقوى رد هو تمسكنا بهذا القرآن. يعني حينما يسيئون إلى القرآن، حينما يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يزيد هذا لنا تمسكا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ أن ما فعل دولة الكويت وكذلك كثير من الجمعيات الخيرية كذلك بدأوا الآن بطباعة المصحف الشريف بلغة السويدية وكذلك باللغات الأخرى، يعني تكون هناك حملات يعني في شوارع في الغرب يوزع المصحف ويبين للناس ما يعني القرآن. حتى وجدنا في المعارض الإسلامية عندنا في بريطانيا وفي أيرلندا حينما يعني يستمعون للقرآن، دائما يقولون من أجمل ما يجدون في هذه المعارض حينما يستمعون للقرآن لا يفهمون كلمة، لكن هذا يبين لنا كمسلمين يعني قوة القرآن. فهذه حقيقة هي فرصة لنبين لهم القرآن، معاني القرآن، يعني وندعو إلى الله سبحانه وتعالى بتوزيع المصحف على مستوى كبير جدا. المفروض الآن يعني 100,000 نسخة، الحمد لله، حتى لو زدنا إلى ملايين ونستهدف كل بيت في السويد حتى نوزع لهم مصحف نسخة من القرآن. ووجدنا كثيرا من الناس الذين هم يعادون الإسلام هم من أجهل الناس بالإسلام، لكن إذا قرأوا الإسلام أو قرأوا القرآن وتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم يتغيرون، يعني كثير منهم يتغيرون، إن لم يسلموا أقل شيء يغيرون من أعداء إلى يعني منصفين تجاه الإسلام والمسلمين بعد ما يعرفون حقيقة الدين والحمد لله. طيب أنت قلت هنا يعني ربما ملاحظة مهمة، الأكثر عداء للإسلام هم الذين يجهلون الإسلام، أكثرهم عداء للمصحف الشريف هم الذين يجهلون عظمة المصحف الشريف. هنا كيف يمكن للمنظمات الإسلامية أن تتعامل مع هذا الأمر؟ ولا بد يكون عندنا نظام الباب المفتوح أولا يعني للناس يسألون الإسلام، ثم يكون هناك مبادرة منا لإيصال الكلمة لهم. وهذا وجدنا بتجربة في الدعوة في الغرب أنهم يعني دائما أكبر الأعداء ويتكلمون عندما تجلس معهم تجدهم من أجهل الناس، حتى تسألهم هل قرأت القرآن يقول لك لا، ويأتي معلومات يعني مغلوطة عن القرآن عن الإسلام، وتجنهم ما قرأوا، لكن إذا قرأوا وفهموا يعني يتغيرون كثير منهم. فهذا دورنا أن يكون هناك مبادرة منا، يعني باب مفتوح عندنا في المساجد في المراكز الإسلامية في الجمعيات الخيرية ندعو الناس. وجدت يعني بعض الإخوة في بعض المراكز في الدنمارك سابقا عندهم هذا برامج الباب المفتوح ويدعون الناس، ويعني كان هناك انتظار طويل حتى الناس يزورون المركز الإسلامي فيرون الإسلام بأنفسهم داخل المراكز، وينزلون ويرون الناس يصلون ويقرون القرآن داخل المسجد. يعني هذه فرصتنا، يعني هي ربما ضارة نافعة حقيقة، نحن لا نقبل هذا الشيء، لكن ما دام حصل كيف نستثمره في الخير وفي لتعريف بالإسلام ولتعريف بالقرآن ولتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. دكتور أحمد العمري، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء خطاب الكراهية ضد الإسلام ومقدساته في بعض الدول الغربية، وكيف يمكن تصويب هذا الخطاب؟
هذه لعظمة هذا الدين ولعظمة هذا القرآن هناك دوافع عند هؤلاء. الدوافع هي للأسف يعني دوافع أسبابها كثيرة جدا، منها عملية القهر والسيطرة والاستعلاء على بلادنا العربية والإسلامية، ومنها المسألة التاريخية. هم يظنون أن الإسلام عندما فتح هذه البلاد العظيمة ودخل الإسلام فيها، طبعا أكثر ما كان دخول الإسلام إليهم كان عبر الكلمة والمعاملة والتجارة والأخلاق الحسنة، لا عبر السيف كما يشيعون في غالب الأحيان. هذه الدوافع يعني تجعل عندهم نوعا من الحقد والكراهية على أن الإسلام كأنما يريد الهيمنة على بلادهم وعلى أحوالهم، إنما هي عدالة الله تبارك وتعالى. فالإسلام هو دين الله، والإسلام هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل الناس من ظلمات الجهل ومن ظلمات الغي ومن ظلمات المنكرات والموبقات إلى عدالة الإيمان، إلى نور الإيمان، إلى السعادة كما قلنا، وتأمين وتحقيق الحياة الآمنة المطمئنة المستقرة للبشرية كلها من خلال هذه المبادئ والقيم القرآنية. لذلك يحدث عندهم نوع من الحسد ونوع من الحقد والكراهية، وهذا كما نعلم حتى تاريخيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدوافع التي جعلت عند أبي جهل وعند المغيرة بن شعبة وعند غيرهم من صناديد قريش إلى أن يكرهوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لأن المعيار عندهم كان معيار مادي، مقياس مادي، لم يكن معيار إيماني. لو كان المعيار إيمانيا لا رضوا ولا استجابوا إلى هذه الدعوة المباركة. لذلك اليوم أنا أجد أن هذه الدول الدوافع عندها كما قلنا هي دوافع الظلم والقهر والكبت، وإلا كيف نرى اليوم وهم يرون بأعينهم الاعتداء على شعبنا الفلسطيني في القدس والأقصى، والاعتداء على أقصانا الذي هم أقروا بأنه صرح إسلامي من الناحية التاريخية والعلمية والفكرية والثقافية، فكيف يسمحون ويرون بأعينهم العدو الصهيوني وهو يتجرأ على أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وكبارنا وصغارنا، وهم يدخلون إلى المسجد الأقصى يؤدون الصلاة ويؤدون المجالس العلمية والاعتكاف وغيرها. طبعا هذه الظواهر يعني هم عندما يصروا على مثل هذا النوع من الأعمال هذا عين الإرهاب، وهذا عين الإجرام، وهذا عين التحيز والتحزب إلى طريقة لا يمكن أن تدفع للناس إلى الأمن والأمان والسلم والسلام. هذه مخاطر كبيرة جدا، وهذه الأحقاد كما قلنا دوافعها أنهم يريدون إلى المقلب الآخر، المقلب الآخر اللي هو المقلب الشيطاني، مقلب التفلت، مقلب الشهوات، مقلب الشبهات، مقلب يعني طرح اليوم عملية الشذوذ وعملية الجندرة وعملية يعني الأفكار التي تضيع الناس عن الفطرة وعن الجادة الصحيحة. شكرا. أنتقل إلى الشيخ عبد الرحيم مكارثي لأختم معك أيضا بالسؤال حول ما الذي تقوله لهؤلاء الذين تعميهم الكراهية والتعصب عن معرفة عظمة الإسلام وعظمة كتابه. هناك نقطة مهمة جدا يعني في العقلية الغربية، طبعا أنا من الغرب أعرفهم جيدا، يعني الغربي يحترم من يحترم نفسه، عنده مبادئ، عنده مبادئ يحترم هذه المبادئ. فتلاحظ الآن في الغرب هناك حركة يعني قوية من المحافظين يريدون التحالف مع المسلمين. لماذا؟ نوجد مثلا في قضية الشواذ والجندرة والأشياء الحاصلة في المدارس في أمريكا، من أقوى من توقف ضد هذه الأشياء؟ المسلمون. فوجدوا يعني هناك تقارب كبير بيننا، يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هم ما يدركون هذا. فعندما أدركوا يعني وروا يعني مواقف المسلمين وتمسكهم بهذه المبادئ بدأ يحترمونهم. ففي هذه المواقف حينما نحن نحترم مبادئنا ولا نتنازل ويكون هناك قوة في الرد، يعني قوة بالحكمة، الحمد لله نحن نتعامل بالحكمة لكن بالقوة في المواقف. يعني فعندما تكون المواقف من الحكومات ومن الشعوب سترسل هذه رسالة قوية لهم، ترسل رسالة قوية أنه لا بد أن تكون هناك قوانين
تحافظ مقدسات الناس. يعني حتى لا يعني كل مره لماذا يستمر الى متى هذا الكلام؟ واذا كان هناك فئه عندهم حقوق فلا بد يكون نفس الحقوق للمسلمين ولغيرهم. ويعني هم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لان هم الان يفضحون انفسهم بانفسهم، لان هم الان يعني يتكلمون عن العداله والديمقراطيه والمساواه ثم يعني يفعل مثل هذه الافاعيل. فهو ليس لنا فقط، يعني يستيقظ المسلمون ويرون حقيقة هؤلاء، حتى يعني شعوبهم الآن يعرفون حقيقتهم يعني أمامهم. يعني وكثير من الناس حتى نكون يعني منصفين، يعني ممكن تجد أكثر الشعب لا يرضون بهذا، لكن حكومة السويد عندهم يعني أحكام عجيبة جدا. يعني حتى هم رأيت تصريح لهم اليوم عندكم في الجزيرة أن هذه لا يمثل موقف الدولة. طيب لا يمثل موقف الدولة، كيف تسمحوا بهذا؟ يعني تناقض وكلام عجيب صراحة. نعم، شكرا جزيلا لك من إسطنبول الشيخ عبد الرحيم مكارثي الداعية الإسلامي. وأشكر كذلك من بيروت الدكتور أحمد العمري عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أشكركم.